السلام عليكم. بمناسبة ديال الأعياد ديما معروف علينا أننا كنوجدوا البريوات. البريوات النوع الحلو اللي فيه بطبيعة الحال أنواع، كاين بريوات اللوز، بريوات الججلان، والبريوات بالكاوكاو. اليوم غنقدموا لكم بريوات ساهلين بالكاوكاو. غنحتاجوا فيهم الورقة، نص كيلو ديال الكاوكاو مسلوق ومفرك، العسل، الزيت فاش نقليو، الزجلان التزيين، سنيدة 200 غرام، شوية ديال ما زهر، زبدة دايبة، القرفة مطحونة، وغنسمو بطبيعة الحال بالفاني. أول حاجة نبداو بها هي الكاوكاو، غنطحنوه مع سنيدة. نديرو شوية ديال الكاوكاو، نديرو سنيدة، نبدا نطحنو حتى نحصلو على واحد لاباط مزيانة مطحونة، مطحونة مزيان. بعد ما طحنا الاولى الكاوكاو مع سنيده، عاود طحناه المره الثانيه باش حصلنا على عجينه بحال هكا ملسه ورطبه. دابا غنبداو نضيفو المقادير ديالنا اللي خاصه، شويه ديال ما زهر باش نسمو، شويه ديال الزبده دايبه، القرفه، وكيس ديال الفاني. دابا نبداو نجمعو العجينة ديالنا، نخلطو مزيان، وعاد نصنعو كويرات صغار. دابا غنبداو نصنعو كويرات صغار، نحطوهم على جنب حتى نكملو كلشي، عاد نبقاو نصوبو، عاد نصوبو البريوات.
بعد ما وضعنا الزيت نخليوها تسخن، غادي نقليو البريوات ديالنا ملي كيتحمروا شي شويه عاد نضيفهم في العسل. وعلى فكره كثير من السيدات كيسالوني على كيفيه تحضير العسل في المنزل، فسهل طريقه سهله. غنحتاجوا 2 كيلو ديال سنيده، يطرد الماء، وحامضه صغيره، نوضعوهم في الكوكوط ونسدو عليهم. ابتداء ما تبدا الصفاره كتصفر نحسبوا مده 40 دقيقه ونطفيو عليه، وغادي نحصلوا بطبيعه الحال على عسل جيد، ونضيفوا فيه بطبيعه الحال في الاخير بعد ما يوجد لينا قطيره ديال الزهر، كيبقى منسم وسريع للتحضير. بعد ما طابوا من الجهه الاولى نقلبوهم باش يطيبوا من الجهه الثانيه. بعد ما تحمروا من الجهه الثانيه كنطفيهم في العسل مباشره، نخليهم واحد شويه نزيدو نقليو الاخرين. البريوات ديالنا ها هما واجدو، بقا دابا غير تزين في الاخير نزوقوهم بالزنجلان. هو منظر رائع ديال البريوات المغربيه، كيبقاو راقيين في المناسبات وفي الاعياد وبالصحه والراحه.